الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب التاسع من الكتاب التاسع والعشرين، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. فالأصل في هذه الثلاثة، ويضاف إليها أيضا الحرمات اللي هي الأبضاع، يعني الأصل فيها الحرمة. يبقى الأصل الحرمة في الدماء، لأن في قاعدة في ذهن العوام يقول لك الأصل في الأشياء الإباحة ويدخل فيها كل حاجة، قاعدة عامة. لا، أشياء الإباحة يعني في الأشياء المتناولة اللي هي غير الإنسان وما تعلق به. يعني وجدنا نبات لم يأكله النبي قبل كده، مش ما شافوش النبي، ناكله ما يجراش حاجة طالما غير سام، يبقى الأصل فيه الإباحة. فاهم؟ وجدنا حيوان يأكل العشب وما كانش موجود أيام النبي، هل ناكل ولا ما ناكلوش؟ الأصل في الأشياء الإباحة، يبقى مباح ناكله، وهكذا. فهمت بقى؟ لكن الدماء الأصل فيها الحرمة، والأعراض الأصل فيها الحرمة، والأموال الأصل فيها الحرمة، والأبضاع الأصل فيها الحرمة، والأنساب الأصل فيها الحرمة. شوف كل الحاجات دي مهمة. والحرمة المتعلقة بها حرمة من الكبائر وليست من الصغائر، لأنها فيها تعدي على حق الغير، وتعدي على حق الغير معناها ظلم، والظلم من الكبائر. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 77 بعد 400 و4000، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي، وتقاربا في اللفظ. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال هذا الكلام في حجة الوداع، في خطبة حجة الوداع في عرفة، أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة. ذو القعدة بفتح القاف هكذا هي الفصيحة، ويجوز في لغية كسر القاف تقول ذي القعدة، لكن الأفصح بالفتح ذو القعدة. وسمي القعدة لأنهم يقعدون عن القتال فيه استعدادا للحج. ذو القعدة وذو الحجة، ويجوز فتح الحاء ذو الحجة، وبهما جاء في القرآن: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت. فيجوز فيها فتح الحاء وكسرها لغتان صحيحتان فصيحتان. 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، دول الثلاثة المتواليين. ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، زيادة في الإيضاح. يبقى النبي أراد أن يزيد في الإيضاح في موضوع رجب بالذات، لأنهم كانوا ينسؤون الشهور ويسمونها بغير أسمائها، فأراد النبي أن يوضح. خصوصا أحيانا كانوا يسموا إيه على الجمادان، ويسموا الرجبان، يسموا الرجبان على رجب وشعبان، وأحيانا يسموا الجمادان على جمادى وجمادى. فالنبي أراد أن يوضح حتى لا يلتبس الأمر على الناس.
ثم قال: أي شهر هذا؟ هذا سؤال للتقرير وللتنبيه وللتعظيم، وليس للاستفهام الحقيقي، بل له معنى مجازي. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس للحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ أيضا للتعظيم والتقرير والتنبيه. فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. يبقى البلدة إذا أطلقت يقصد المدينة اللي هي مكة، والمدينة إذا أطلقت يقصد إيه؟ طابة وطيبة. يبقى عندنا البلدة، وده جاءت في القرآن: وأنت حل بهذا البلد. ربنا سماها البلد حتى في القرآن. قال: أليس البلدة اللي هي مكة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ يبقى دي كانت خطبة يوم النحر. أو أليس ليه؟ لأن خطبة عرفة خارج مكة، خارج الحرم. عرفة خارج الحرم. ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد: وأحسبه محمد بن سيرين أحد الرواة. قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. شفت إيه التغليظ التحريم. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلا ترجعن بعدي كفارا، إذا استحل المسلم دم المسلم بغير حق كفر، يبقى كفر حقيقي، وإن لم يستحل ظلم، ويبقى كفر عملي. يبقى الكفر إما اعتقادي إذا استحل دمه بغير حق لكونه مسلم، يبقى هنا كافر. طب لم يستحل دمه لكونه مسلم، بل استحل دمه لكونه يخالفه في الرأي، يبقى ظالم، ويبقى كفر عملي وليس كفر اعتقادي. فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ده يدل على جواز رواية الضابط ولو لم يكن فقيه، جواز رواية الضابط العدل ولو لم يكن فقيه. يعني يصح أخذ الرواية من الضابط غير الفقيه، لأنه ممكن يكون هذا الضابط غير الفقيه يبلغ لمن هو أوعى منه، يعني أفقه منه. فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قال ابن حبيب في روايته: ورجب مضر، وفي رواية أبي بكر: فلا ترجعوا بعدي. بدل فلا ترجعن، فلا ترجعوا في الرواية. وعن أبي قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه. يبقى النبي خطب وهو جالس على البعير ليراه الناس ويبلغ صوته كل الناس، فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. فقال: أليس بيوم النحر؟
قلنا بلى يا رسول الله. قال فأي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس بالبلدة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. قال ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. جزيعة يعني قطعة صغيرة من الغنم. وعنه به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عون قال قال محمد قال عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قال ورجل آخذ بزمامه أو قال بخطامه، فذكر نحو حديث يزيد بن زريع. وعنه به قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة حا. قال وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمير بن عمرو قال حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر فقال أي يوم هذا؟ وساق الحديث بمثل حديث ابن عون غير أنه لا يذكر وأعراضكم ولا يذكر ثم انكفى إلى كبشين وما بعده، وقال في الحديث كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه. تثبت الجناية بإحدى وسيلتين، الإقرار أو الشهادة. يبقى البينة على الجناية إما أن تكون إقرار، والإقرار هو اعتراف الجاني بغير إكراه، أما الاعتراف تحت الإكراه فغير معتبر في الشرع عندنا. يعني تضرب واحد عشان يعترف تحت الإكراه التعذيب ثم يعترف، هذا الاعتراف ليس إقرارا عندنا عند المسلمين يعني، لكن هو إقرار عند الظالمين. يبقى لابد أن يكون الإقرار بغير إكراه حتى يكون بين. فإن لم يقر فالشهود العدول. وثبوت الجريمة بالإقرار تثبت يقينا، وثبوت الجريمة بالشهود ولو عدول تثبت ظنا. وعشان كده يقول لك ايه في القانونيين، يقول لك الاقرار سيد الادله. مش كده القانونيين يقولوا كده، الاقرار سيد الادله لانه اقوى من الشهود، لان الشهود قد يختلط الامر عليه، قد واحد قد احتمال، حتى ولو كان احتمال ضئيل الا انه موجود. واضح؟ وعنه به قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. النسعة دي عبارة عن قطعة جلد كده تستعمل كزمام للبعير، يربط بها البعير ويجر، دي النسعة. فقال يا رسول الله هذا قتل أخي. يبقى يجوز قيادة إيه؟ الجاني بحبل أو ما شابه من قيد وغيره إلى القاضي،
ومنها الوقت بقوا يستعملوا في العصر الحديث الكلبشات. يجيب لك المجرم كده يلبسه الكلبشات وايه ويديه على المحكمه. فهمت؟ او دي اصلها من السنه. اذ جاء رجل يقود اخر بنسعه فقال يا رسول الله هذا قتل اخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته؟ يبقى اول حاجه قبل ان يعني يسال عن الشهود يسال الجاني اولا، لان لو اعترف وفر على القاضي البحث عن الشهود وعدالته. يبقى القاضي الاول يسال الجاني مباشره، ان اعترف تحل الاشكال، مش هيعمل اي حاجه تانية خلاص. فاهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته؟ فقال انه لو لم يعترف اقمت عليه البينه. يعني ايه؟ قال النبي قبل ما يعترف الرجل هو بيساله اقتلته؟ وبعدين بيقول له لو لم يعترف اقمت عليه البينه، اجيب شهود. فاهم؟ قال نعم قتلته. اعترف والحمد لله، ريح. اراح القاضي ليه؟ طالما اعترف يبقى راح القاضي، مش هيحتاج يبحث عن شهود ولا عداله ولا غيره. قال نعم قتلته. قال كيف قتلته؟ قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. هما الاثنين كانوا إيه بيحتطبوا أو كانوا إيه في رعي. نختبط من شجرة، الرعاب يعمل إيه؟ يجي عند الشجرة ومعاه عصاية يخبط عليها كده يقوم ينزل منها الأوراق الجافة، يقوم الغنم يجي ياكلوه، فده يسموه الخبط. الورق اللي ينزل ده يسموه الخبط، ياكله الغنم. فهو قاعد بيضرب بالعصايه بتاعته كده الشجره بتاعته، وواقف معاه واحد تاني بيختبط زيه، بيخبط الشجره عشان ده معاه غنم وده معاه غنم. فقام ايه؟ سبه الراجل ده، سبه فغضب، ضربه بالعصايه بدل ما يضرب الشجره ضربه على قرنه يعني على راسه. فهمت ازاي؟ فقتله. يبقى دي طريقة القتل يعني. ومن هنا لابد أن القاضي إذا اعترف القاتل أن يمثل الجريمة حتى يتيقن. فهمت ازاي؟ وعشان كده في القانون المعاصر لازم يمثل الجريمة، المعترف لازم يمثل الجريمة. فهمت؟ كل ده أنشأه النبي كيفية التقاضي في المواضيع الجنائية وغير ذلك. قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه. قرني يعني جانب رأسه، فالقرن يطلق إيه على جانب الرأس يعني. فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ يعني هل أنت عندك قدرة أنك أنت يعني إيه تدفع الدية؟ يعني يبقى تجب الدية على القاتل هنا، لأنه قتل إيه؟ عمد أو شبه عمد. لأن لو العصاية قلنا إن هي ليست آلة تقتل غالبا يبقى شبه عمد، ولو قلنا كانت العصاية غليظة مثقلة فتقتل غالبا يبقى عمد. وفي الحالتين في شبه العمد والعمد الدية على مين؟ على القاتل. وليه النبي قال له تؤدي عن نفسك؟ لأنها إيه؟ لأن الدية لا تكون على العاقلة في مثل هذه الحالة. هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال فترى قومك يشترونك، يعني يدفعوا الدية عنك ويشتروا دمك، لأن لو عجزت عن الدية هتقتل قصاصا. فهمت؟ قال فترى قومك يشترونك. قال أنا أهون على قومي من ذاك، يا ده ما هيصدقوا نخلص منه. فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك. شفت سرعة التقاضي؟ مفيش بقى التباطؤ في القضاء، عشان كده لأن التباطؤ في القضاء نوع من الظلم حتى ولو انتهى بعد ذلك بحكم عدل. التباطؤ في التقاضي نوع من الظلم. شوف النبي حل الإشكال كله في قعدة واحدة. فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك، يعني اداله قطعة الجلد اللي هو مربوطة فيه وقال له خد اهو، خده بقى بالجلد دي وتصرف فيه اقتله. يبقى يدل على ان القصاص
يقوم به بتنفيذه أولياء المقتول بعد حكم القاضي. كويس؟ حتى لا يكون هناك احتقان في نفوسهم فيضطروا ان هم يعني ايه يأخذوا بثأرهم بيدهم بعد ذلك. سرعة التقاضي ويقوم بتنفيذ حكم نفسه أولياء المقتول، كل ده يقطع قضية الثأر وينهيها بالمرة. كويس؟ لكن تباطؤ في التقاضي فيجعل قضية الثأر ما زالت النفوس مشتعلة من الغضب، وممكن يحصل انهم يقتلوا واحد بريء مش مقتول مش موجود معاه. وقال دونك صاحبك، فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قتله فهو مثله. ان قتله فهو مثله، يبقى ايه يعني مثله في الصورة، نفس بنفس. ومثله ايضا ان هو فرج غضبه، لان الاول قتل الثاني لما سبه ففرج غضبه بقتله، والثاني لو قتله قصاصا فرج غضبه بقتله، ففي تشابه. وان كان القتل الاول بالظلم والقتل الثاني بالشرع، الا ان دافعه واحد وهو تفريج الغضب. فهمت؟ قال رسول الله ان قتله فهو مثله، فرجع فقال يا رسول الله انه بلغني انك قلت ان قتله فهو مثله، واخذته بامرك. يعني ازاي هو لما قتل اخويا كان ظالم، وانا لما حقت اقتله خدته بامرك انت، فازاي اكون انا مثله؟ ابقى ظالم زيه؟ فهمت ازاي؟ عايز يستفهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تريد ان يبوء باثمك واثم صاحبك؟ يعني اما تريد انك انت تطلع بريء من المسألة خالص، ويبقى اثمك يعني اثم الذي تعلق بقتل قريبك او اخيك. فالكاف هنا كاف الخطاب من باب اضافة المصدر لمفعوله. اما تريد ان يبوء باثمك، اي الاثم الذي وقع في حقك بقتل اخيك، واثم صاحبك اي جنايتي على دم اخيك فاراقه؟ قال يا نبي الله لعله. قال بلى. قال فإن ذاك كذاك. قال فرمى بنسعته وخلى سبيله. شفت بقى ايه الجيل ايام الصحابة كان عندهم ايه؟ عندهم سرعة انقياد لنصيحة النبي. النبي كأنه النبي اراد ان ينصحه ان لو عفى عنه افضل له، واخد بالك؟ ويبقى التاني بقى بالاسم كله وانت طلعت بريء. ادي معنى المصريين اللي يقول لك يا بخت من ايه؟ من بات مغلوب ولا بات غالب، ويا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم. جايبينها من الاحاديث النبويه. فاهم؟ وعنه به قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال اخبرنا اسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن ابيه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به. أقاده يعني إيه؟ يعني حكم بالقصاص، بأنه إيه؟ ينفذ فيه حكم القتل كما قتل قريبه. يبقى القود اللي هو القصاص، أقاد من القود، والقود هو القصاص، لأنه يقاد إلى موته. فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار. شوف النبي بيقول كلمة تحتمل معنى تاني، لكن أراد أنه هو ينوه له أنه إيه؟ أنه يعفو أحسن. القاتل والمقتول في النار. فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه. قال إسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى. باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. يعني
قتله ولا عفى عنه؟ لا عفى عنه. عفى عنه في الاخر. في الاخر عفى عنه. ما هو رمى النسع. رمى الرباط قال له يلا روح. باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. احنا قلنا دية الجنين، الجنين سمي جنين ليه؟ لانه مستور في بطن امه، كل ما كان يعني فيه ستر يعني غير واضح يسوى. لان الجنة هي الوقاية والستر، كويس؟ اصلها عشان كده سمينا الجن جن ليه؟ لانه مستور عن الرؤية لا نراه فسميها جن. والجنون سميناه جنان ليه؟ لانه بيستر عقله فيتصرف تصرفات لا تليق. والجنين مستور بايه؟ ببطن امه فلا نراه. والجنه سميت جنه ليه؟ عشان مستوره بكثره الاشجار والنباتات. والجنه اللي هي ايه؟ اللي هي الوقايه زي الدرع وزي الخوذه يسموها جنه، كويس؟ يبقى ايه؟ الجيم والنون تدل على الستر بلغه العرب، ما تجيب جيم مع نون كده جنب بعض يدل على الستر، وتخرج منها كلمات كثيرة بقى. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها. كانت اثنين درتين، واحدة حامل والتانية مش حامل، اتخانقوا مع بعض فراحت اللي مش حامل ضربت الحامل فالحامل اسقطت جنينها ثم ماتت، كويس؟ فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او اما. يبقى جدية الجنين ايه؟ غرة. والغرة ايه هي؟ عبد او اما، كويس؟ حسبها بعد ذلك الفقهاء بنصف عشر دية الرجل او عشر دية المرأة، على القول بان دية المرأة نصف دية الرجل. يبقى لو قلنا ان دية المرأة نصف دية الرجل وهذا هو الراجع عند الشافعية هتبقى عشر دية المرأة، ولو حسبناها بدية الرجل هتبقى نصف عشر دية الرجل. واضح؟ يعني في الاخر تطلع ايه؟ تطلع خمس جمال، مش كده برضو حسبناها بالامس؟ خمس جمال. خمس جمال يعني الجمل دلوقتي لو بعشرين ألف يبقى الدية يدفع مئة ألف، يبقى اللي سقط امرأة عدوانا يدفع ايه؟ مئة ألف جنيه. طب مين اللي ياخدهم؟ مذهبان، الراجح يأخذهم ورثة هذا الجنين، لو ولد ومات مين اللي يورثه ونورثه ونقسمها باسم الإرث. وفي مذهب آخر يقول لي يأخذه المرأة فقط لأنه هو بعضها جزءها لم ينفصل منها بعد، فهم؟ ولكن المذهب الراجح أنه يعامل معاملة الإرث، وهو نموذج في الشرع ممكن يبقى فزورة يعني نكتة، تقول من يورث ولا يرث، تقول الجنين إذا سقط يورث ولا يرث، دي ما ليست لها صورة إلا دي بس، فهم؟ الذي يورث للي غوي فوازير واحنا داخلين على رمضان، واخد بالك؟ وعن ابي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا. شوف مهم هنا سقط ميتا عشان تبقى فيه الغرة. طب لو سقط حيا ثم مات، يعني استهل صارخا ثم مات، دية كاملة نفس، ويورث بالإجماع، فهمت بقى؟ يبقى الكلام على غرة على دية الجنين لو سقط ميتا، أما إذا استهل صارخا ثم مات صارت دية كاملة لأنها نفس حية ثم يورث بالإجماع، فهمت بقى المسألة؟ أنا عايزك تتعلم إزاي تاخد من كل لفظ في الحديث أحكام، وأنت بتقرا الحديث كده كل ما يمر عليك لفظ تطلع منه حكم علشان تكون فقيه، فهمت؟
أن قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت بعد ما ضربتها، سقط الجنين وبعدين التانية ماتت بعد فترة بالسراية بسبب الضربة، يبقى كمان عليها ايه؟ قصاص او دية المرأة. ثم ان المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها، وان العقل على عصبتها، العقل يعني الدية على عصبتها، عصبة المرأة دي. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب حاء قال وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غرة عبد او وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. بيعترض يعني على حكم الكلام ايه؟ بكلام كده سجعي زي الكهان يعني. كيف اغرم يعني ادفع ايه الغره لجنين ما كانش اصلا ما اتولدش عايش، ده مظنون الحياه. كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل، واستهل يعني صاح بعد الولاده. ادي معنى استهل يعني صاح بعد الولاده. فمثل ذلك يطل يعني يهدر، يعني لا قيمة له، يطل يبقى هدر لا ضمان فيه ولا دية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان، من أجل سجعي. النبي بيقول له أنت بتعترض على الحكم الشرعي بشوية كهانة زي الكهان، الحكم الشرعي كده، فما تغرش الناس بقى بشوية فصاحة كده وكهان وتعملها لي أغنية، ده ما ينفعش. فاهم؟ إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. وعن أبي قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر ورثها ولدها ومن معهم. وقال فقال قائل كيف نعقل ولم يسمي حمل بن مالك. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، مرة يقول عمود فسطاط ومرة يقول حجر، ممكن تكون رميتها الاول بحجر وبعدين ايه جابت العمود وضربتها كملت عليه، إيه بتحتمل هذا وتحتمل قال ضربت امرأة ضرتها، والرواية هنا بينت انها ضرة ليها كويس، الروايات التانية قالك ايه امرأة اخرى، بس ما كناش عارفين العلاقة بينهم ايه، هنا العلاقة عرفناها، دي مزايا قراءة الروايات المختلفة. وهي حبلى فقتلتها، قال وإحداهما لحيانية، قال دي اسم القبيلة يعني، قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب؟ ما عجبوش كده صلى الله عليه وسلم الطريقة دي. ليه؟ لأن لما تقول كلام لايق على بعضه كده الإنسان العام يفتكر أنها قوانين غير قابلة للمناقشة، لأنه كأنها قاعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن الناس تتغرر
ايه وتغتر بمثل هذه الالفاظ المسجوعه المرتبه فتخالف الشرع الشريف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسجع كسجع الاعراب؟ قال: وجعل عليهم الدية. وعن ابي قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا مفضل عن منصور عن ابراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة ان امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط، والفسطاط اللي هو الخيمة يعني، فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملا، فقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصابتها: أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل ذلك يطل. قال فقال: سجع كسجع الأعراب. ودية الجنين واحدة سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى، واضح؟ دية الجنين واحدة ولا تختلف بالذكورة أو الأنثى. إذا تكلفه مكروه، تكلفه مكروه، لكن جاء كده بغير قصد، حلاوة الكلام كده ما يجراش حاجة، يبقى جميل. لكن لما يبقى خلي الخطبة كلها قاعد نص ساعة بيقول كلام مسجوع، كده بقى مكروه، لأنه قد يؤدي التفاته لاختيار الألفاظ إنه يؤثر على المعنى، والمفروض هو المعنى مش اختيار اللفظ، فهمت؟ فكسرة السجع في الخطابة طبعا مكروه عند المسلمين، لأن المقصود أصلا المعنى، وأحيانا السجع يجعلك تختار اللفظ الأقل في المعنى مراعاة للسجع، لا أنت تختار اللفظ الأوضح للمعنى ولو اختل السجع، فهمت؟ وعن أبي قال: حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. ده حتى في الدعاء كمان، حتى ما تدعي ربك ما تتعمدش السجع، جامعك كده وأدى اللي أنت تريده خير وبركة، ما جاش ما تتعمدش، اترك نفسك اطلب من ربك كده إيه بالسجية، لأنه تعدي في الدعاء برضه، والله لا يحب المعتدين، إنك أنت تحاول تخلي دعائك كله سجع كده جنب بعض برضه ما ينفعش. لكن لو جت بعض الجمل مسجوعة وبعض الجمل التانية غير مسجوعة ماشي، هي دي كلام العرب العادي. يعني النبي برضه يقول: اللهم نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، أو سجعه، لكنه جاي بغير تكلف، فهمت؟ يبقى أحيانا لما يجي بغير تكلف ماشي. وعن أبي قال: حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بهذا الإسناد مثل معنى حديث جرير ومفضل. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسنادهم الحديث بقصته، غير أن فيه فأسقطت، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقضى فيه بغرة وجعله على أولياء المرأة، ولم يذكر في الحديث دية المرأة. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة. إملاص المرأة يعني إسقاط الولد قبل موعد الولادة، الإملاص اللي هو الإجهاض اللي هو الإسقاط بمعنى واحد، اللي هو الأبورشن إن إنجلش، كله بمعنى واحد. فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. قال فشهد له محمد بن مسلمة. ونقف على كتاب الحدود، وفيه 11 بابا، غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامتداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أكرمكم الله.